فيكم مشاهدينا عن جديد. طبعا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وبرعاية وزير البيئة دكتور ناصر ياسين، بتنظم الجمعية المسيحية للشابات حلقة نقاش بعنوان دورك أساسي بالتغير المناخي، وذلك الأربعاء 13 أدار 2024 الساعة 3 من بعد الظهر بالمركز الثقافي للجمعية مبنى الجمعية المسيحية للشابات بعين المريسة. الحديث أكثر عن هذا الموضوع طبعا بنستضيف رانيا ليون توما، وهي عضو مجلس إدارة بالجمعية المسيحية لشابات بيروت ورئيسة لجنة اليوم العالمي للمرأة بالجمعية. أهلا وسهلا فيك رانيا. أهلا فيك. وطبعا ريما صادر وهي نائب الرئيس بالجمعية المسيحية لشابات، يعني نورت صبحيتنا. نحن هذا أسبوع المرأة ولازم يكون مش بس يوم المرأة العالمي، أيام للمرأة، وكثير هيك بنقدر جهود الأشخاص اللي عم بيشتغلوا للإمباورمنت وومن إمباورمنت لتمكين المرأة لتكون كمان بمراكز القرار. ريما، بدي أسألك، خبريني شوي عن الجمعية المسيحية للشابات، لسيما أنه هي من أقدم الجمعيات النسائية التطوعية العالمية. أي متى تأسست وشو هي أبرز أهدافها؟ أول شيء بدي عيد كل اللبنانية بحلول شهر رمضان، إن شاء الله يكون هالشهر خير على الجميع يا رب، وهيك تنفرج الأمور على اللبنانية. الجمعية المسيحية للشابات هي أقدم جمعية نسائية تطوعية بالعالم. نعم. تأسست بأمريكا سنة 1858، وبلبنان أول فرع لها سنة 1920. الفرع اللي نحن هلأ جينا نمثله هو فرع بيروت. نعم. رسالة الجمعية هي تنمية القيادة والقدرة الجماعية لدى السيدات والشابات بهدف تحقيق العدالة، السلام، الكرامة الإنسانية والبيئة المتوازنة للجميع. وهيدي الرسالة عم نحكي أنه من أكثر من 120 سنة السيدات عم بيطالبوا فيها، لأنه بيعرفوا قيمة السيدة بالمجتمع. قدام متقدمة فكرة الجمعية بوقتها، وقتها كان النضال النسوي بأوجه، يعني كانت المرأة كان في كتير تمييز، تمييز جنسي، تمييز جندري، كانت المرأة بكتير دول ما بتنتخب، يعني قدام الجمعية كانت متقدمة بهذا المطرح. ايه، لأنه بأمريكا وقتها بلشت كانوا السيدات بلشوا يروحوا يشتغلوا وشافوا انه في تمييز عنصري. اول شيء كانوا يشغلون كثير من الصبح لاخر الليل، ما كانوا يدفعوا لهم، كانوا يعني في سوء معامله. دونك بلشت الحركه من هونيك انه لا، السيده لها حقوق ولازم، لانه هي عنصر فعال بالمجتمع، لازم تاخذ حقوقها اللي هن اساسيه، اللي هو المعاش، الراتب اللي يكون حق، المعاملة الجيدة. من هون يمكن طلعت الفكرة ووصلنا للي وصلنا له هلا. يعني نحن قد ايه مهم عن جد تكون الجمعيات واقفة إلى جانب المرأة. نحن بعدنا لليوم في كثير جابات بقصص القوانين الشخصية، بعد ما وصلنا لهيك المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة. رانيا، بدي أسألك شوي عن شعار الجمعية بالمحبة، اخدموا بعضكم بعضا. مزبوط. من وين بدأ هذا الشعار؟ وقد ايه مهم كمان تكون السيدة هي اللي عم تدعم السيدة بالمحبة؟ نحن مبادئ الجمعية المسيحية للشابات مرتكزة على المبادئ المسيحية، بس أكيد بوابنا ونشاطاتنا كلها مفتوحة لكل الأديان والطوائف. نعم. وبفتكر بالحياة ما بيصير شيء بلا محبة، يعني إذا بتشتغلي بمحبة بتنجحي، وإذا بتعاملي بمحبة بتوصلي لمطرح ما أنت بدك. دونك البغض ما رح يوصل لمطرح ما رح يأذي غير صاحبه. أكيد المحبة رح تساعدنا وتفتح لنا بواب، وإن شاء الله أنه بالنشاطات اللي عم نعملها وبالإرادة اللي عم نحطها نقدر نوصل ونحقق التغيير اللي نطمح له. اليوم بالمقدمة تبعي مع بداية الشهر الكريم كان أنه نحن كلنا بنلتقي بالقلب، والقلب ما بيختلف مع القلب. صح. إنما كتير أحيان العقل، والعقل يلي بيكون رايح للأسوأ مش العقل يلي بيتفق مع القلب. قدام هم الحديث عن المحبة بهيدا النهار مع بداية الشهر الكريم. طبعا رانيا كمان بدي أسألك عن موضوع الفروع، ما بعرف إذا هذا السؤال بيروح لريما. يعني هي تأسست بأمريكا، تأسست وإجوا هنا أول شيء، أول ما إجوا على لبنان إجوا كإرساليات، وسنة 1920 أنشئت أول، يعني أول فرع بيروت. نعم. عنا عدد فروع بلبنان بالعالم منتشر بأكثر من 120 بلد،
وفي 25 مليون سيدة منتسبين للجمعية المسيحية للشباب. شو حلو. والبورد الأساسي مركزنا الأساسي هو بسويسرا. نحن بنشتغل يعني كل الفروع اللي موجودة بلبنان بيشتغلوا تحت مظلة الاتحاد الوطني للجمعية الناشنال. والناشنال هن عضو فعال بالجمعية العالمية اللي مركزها بسويسرا. يعني هي المبادئ هي ذاتها، الرسالة هي ذاتها، والرؤية تبع الجمعية ذاتها. في تواصل دائما بيناتكم، في مبادئ أساسية بتشتغلوا سوا عليها. أكيد أكيد، بس كل جامع كل فرع عنده نشاطاته الخاصة. يعني نحن في بجبال، في بالشياح، في بمرجعيون، بأبلاح، يعني بكل لبنان في فروع، بس كل فرع عنده نشاطاته شو متطلبات البيئة اللي هو اللي عايش فيها. يعني من هيك ما فينا نحن اللي نحن عم نشتغل فيه ببيروت يتطابق بمرجعيون أو أو بأبلاح. كل مطرة عند كل بيئة عندها خصوصيتها. رانيا خبريني شوي عن هيك الخدمات. رح نتقاسم السؤال أنت وريما، أبرز الخدمات والبرامج والأنشطة يلي بتشتغلوا عليها. هلا نحن اساس الشغل اللي بنعمله هو لتمكين المراه وتعزيز دورها بالمجتمع، ومقسم النشاطات لتمكينها اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. نعم. ثقافيا عندنا عده بروجرامات، من بيناتهم بوك كلوب بيجتمعوا سيدات مره بالشهر، بيكونوا اوريدي اتفقوا على كتاب، مره بيكون عربي مره بيكون انجلش، وبيتناقشوا وكذا مرة ثاقبت إنه كان الأوثر الكاتب أو الكاتبة اللبنانية فاستضفناهم وكان حوار وديسكشن كتير انترستينج. عنا كمان نشاطات ثقافية اللي بتصير مرة بالشهر، كمان بنعمل مثل محاضرة للممبرز ولأصحابهم، يعني مين ما كان بيحب يحضر نحن بنكون مبسوطين بحضوره. محاضرات من أي نوع؟ برضو المحاضرات كل مرة بيكون التوبيك مختلف ومتنوع لحتى كمان نقدر نلبي طلبات كل الحضور. فيها تكون ثقافية، فيها تكون مخصصة بالصحة، فيها تكون اقتصادية. بقى فينا نقول انه عم نجرب نشكله بالتوبكس، وبنشتغل من اول السنة لكل السنة بنحضر بروجرامات لحتى نقدر نوفق بين كل المواضيع. في كمان نعمل مرة بالسنة نعمل كولابوريشن مع سفارة من السفارات اللي عندها حضور بلبنان، بيجوا بيمثلوا سفارتهم، بيمثلوا بلدهم، وبيخبرونا عن جغرافية البلد، تاريخه، أثاره، السياحة فيه، بالإضافة لأكلهم الترديشنال، الرأس الأكل كمان ثقافي. أكيد كله ثقافي، وهذا كله أكيد بيمكن المرأة وبيقوي لها ثقافتها وهيك انفتاحها على العالم إذا بدنا نقول. وفي عنا كمان بروجرام كولابوريشن عم نعمله مع إيراسموس بلس اللي هو تثقيفي للشباب. نحن الـ YWCA بيروت عندها الأكريديتيشن من الـ EU لنقدر نستقبل ونبعث لبرا شباب بيعملوا دورات حسب كل مرة حسب البروجرام قدي مدته، أوقات تتراوح بين 5-6 أيام لست أشهر وسنة، بيتعرفوا على البلد وثقافته. ويعني البروجرام كتير بيكون منظم من قبل الدولة المستضيفة. هلأ بلبنان لسوء الحظ مع الظروف اللي عم نمرق فيها كنا مؤخراً صار صعب علينا نستقبل، لأنه في كتير شباب عم بيعتلوا هم شوي يجوا لعنا، بس بروجرامنا ما وقف نبعت شباب لبرا. سو هيدي اجمالا بالمواضيع التثقيفيه. هلا بالامور التمكين الاقتصادي بركي ريما بتخبركم. اول شيء بدي زيد على اللي قلته على بروجرام التمكين الشباب، اليوث امباورينج يوث، شباب وبنات. شباب وبنات، وقت بنقول شباب شباب وبنات اكيد مش بس النساء. لا لا اكيد. هذا اللي احنا عنا الاكريديتيشن، يعني نحن منظمه معتمده من اليونيو اوروبيان. نعم. بنستضيف وبنبعث شبيبه. من هيك نهار اللي نحن على السوشيال ميديا وسائل التواصل بنحط انه في هيدا البروجرام، يتقدموا كل الشبيبه بالطلبات لانه بيفتح لهم مجال يسافروا لبرا، لانه هيدا البروجرام كل مره بيتناول موضوع معين، مرات عن البيئه، عن التلوث، عن الثقافه، هلا في عن الديمقراطيه. دونك موضوع يعني
البروجرام كثير مش يعني متشعب وشيق وكثير في مواضيع. دونك خليني يتقدموا الشباب يتقدموا على هيدا الطلب وبينفتح لهم مجال لانه في تبادل. كيف بده يقدموا اذا حدا عم يسمعنا هلا على باله يقدم ويشارك؟ ليكي هو نحن على وسائل التواصل الاجتماعي بنحط نحن انه في هيدا البروجرام بدهم يقدموا طلبات اكيد في مده معينه وفي شروط مطلوبه. نعم. اذا بيستوفوا هودي الشروط اكيد بيروح. هلا في ثلاث شباب رايحين على على برشلونة، رايحين تلاميذ جامعات. هلا كانوا رح يقدموا بس سمعوا انه في سفر. اكيد اكيد لانه هيدي تبادل ثقافي اكيد كثير، وبياخذوا خبره وبيجوا يعني بيخبروا عن خبرتهم، غير انه هن على صعيد شخصي بيتعلموا قصص بس كمان بيشاركوا خبرتهم. هلا بالنسبه للنشاطات الثانيه اللي عندنا اياها، نحن ميزه الجمعيه المسيحيه للشباب. نعم. وخاصة نحن عم بحكي عن بيروت، الاستمرارية اللي نحن بنتميز فيها انه صرنا 120 سنة لانه قدرنا. مش كلمة بتتم 120 سنة كجمعية؟ لا ابدا، لانه نحن جمعية تتكيف مع الوضع اللي نحن عايشين مضطرين. فيه ولا يعني مرقنا بكثير حروب وهلا الازمه اللي عم نمرق فيها. هلا حرب اقتصاديه اكيد وحرب كثير صعبه. دونك من هيك عملنا تكيف لنشاطاتنا شو بيطلب المجتمع وشو الكوميونتي اللي نحن عم نتوجه لها. اعطيني اكزامبل يعني شو اعطي اكزامبل. غيرنا بالبروجرامات اللي بنشتغل عليهم. غير هودي تتكيف مع الواقع. نتكيف عملنا عنا بروجرام برنامج التدريب الصحي. الرعاية الصحية، لأنه لقينا أنه المجتمع بعد ما بتعرف في أزمة اقتصادية وفي كتير كان في ناس يساعدونا بالبيوت وفلوا لسبب من الأسباب، وفي كتير مسنين وأطفال بالبيوت لأنه الأمات بيشتغلوا. دونك هذا البروغرام الرعاية الصحية هو البروغرام الأساس، الهدف منه هو تمكين المرأة والسيدات وحتى الشباب. يعني وقت بقول أنا شباب يعني صبايا وشباب، هو بيأمن الاستدامة الاقتصادية لأنه بيوفر فرص عمل لهالستات والشباب اللي عم بيخضعوا لهالتدريب. هو تدريب مدته قصيرة، هو مدته قصيرة، مختصين بيجوا بيعطون يعني كل التدريبات الأولية حتى يهتموا بالمسنين بالأطفال وبالرضع. كثير حلو اللي عم تعملوه، لانه لسبب انه بيصيروا يقولوا للعالم ما تهاجروا يا خيي. طب انا بدي حدا يمكنني شوي اقتصاديا، يعني كثير ضروري كرمال ما اترك الارض وما سافر. كثير ضروري. كثير وحتى اللي عم بيجوا لعنا هن الستات يعني ما بحياتهم كانوا اشتغلوا بلكي وحسوا انه لازم هن يساهموا بمصاريف البيت. هذا الموضوع بيعمل فرق بالفعل. ايه وكل الاشخاص اللي خضعوا لهيدا البروجرام اكثريتهم لقوا وظائف بالمستشفيات او بالبيوت او يعني بكل المحلات اللي هي عندهم هيدا الطلب. عندنا البروجرام الثاني اللي هو برنامج التدريب المهني. نعم. Learning Kitchen كمان هو الاساس تبعه له الهدف هو تمكين توفير فرص عمل والاستدامه. Learning Kitchen شو بيعلم الطبخ؟ Learning Kitchen نحن اليو اس ايد بتعاون مع الكاريتاس جهزوا لنا مطبخ بروفيشنال بالمركز، بس كان الشرط الاساسي انه نعمل بروجرامات تستفيد منها المجتمع. هو برنامج بيمتد على 6 شهور. كل المنتسبين لهيدا البروجرام في اشخاص اختصاصيه من بالطبخ بالاداره باكجينج ماركتينج كل شيء، حتى يا اذا بدك انت تبلشي بزنس لحالك تعملي كيترينج من البيت او اذا بدك تفوتي تشتغلي بمحل، يعني الاشياء اللي حتى اذا بدك تعملي هيدا المشروع يكون كله متكامل. واللي بدي الفت نظر فيه انه نحن الاساس وقت بلشنا بهذا البروجرام كان للتارجت كان الاشخاص الفئه الاكثر تهميش بالمجتمع. بس بعد الازمه الاقتصاديه اللي صارت العالم كلها مهمشه للاسف، صار شو بدي اقول احسن عالم، يعني بمعنى هو هودي الاخطر باي ذا واي، هودي الاخطر يعني اللي هي عندها شهادات. بمعنى مش انه هي ما كانت عم تشتغل، يا انه انصرفت من صحيح. من شغلها او يعني شو بقول راحوا مصرياتها بالبنك ولا دونك هن يعني هودي اللي ما بيطلبوا على فكره ما معودين يطلبوا ابدا. يعني هودي اسمه الفقراء المستجدين. كثير ناجح
ومفتوح الباب، وحتى المطبخ عندنا مجهز للي عنده إعاقة، يعني بيقدروا يفوت بالويل تشير بيطلع بالمطبخ، في له محل مخصص ليقدر يتابع الدروس. للي حلو بجمعيتكم انه عم بتصير القصص عمليه اكثر، مش عم نحكي تيوري، لانه مثل ما قلت لازم كل وقت له، يعني كل وقت له وقته له شغله. صح. فيعطيكم الف عافيه بالفعل. رانيا، انت رئيسه لجنه اليوم العالمي للمراه بالجمعيه، خبريني شوي عن التعاون مع المنظمات والشبكات الشريكه من اجل مناصره المراه وتنميه القياده والقدره الجماعيه لدى النساء بهدف تحقيق العداله والسلامه والكرامه الانسانيه. نحن هذه الكوميتي بلشت بنشاطاتها كتكريم نساء رائدات بالمجتمع اللبناني. نعم. واكيد كان عندهم دور فعال بسنه 2010 وامتدت على مدى عده سنين، يعني استضفنا وكرمنا سيدات مثل ليندا مطر، ليندا أشقر، ماشي ضياء، مايدي عريضة، من بعد ليلى عساف، كلوديا مارشاليون، ليندا الأشقر، ليندا الأشقر، ماي خليل، مزبوط، يعني أكيد حفظ الألقاب للكل. وبعدين ضوينا على سيدات بمركز نقيب وسيدات بمركز مدير عام. المرأة بالسلك العسكري والسلك العسكري دبلوماسي لا يستهان فيهم أبدا، أكيد بقى هول كانت مثل البوكير للستات اللي كرمناهن بالواي. وهالسنة حبينا أنه نغير طريقة التكريم، فقررنا أنه نعمل موضوع بهم كل المجتمع بكل العالم اللي هو التغير المناخي. نعم. هذا الموضوع رح بيكون ب 13 الشهر بالمركز برعاية معالي وزير البيئة ناصر ياسين. حلقة نقاش جدا مهمة، بس بدي أحكي عن العنوان، دورك أساسي بالتغير المناخي، ليش اختيار هذا العنوان رانيا؟ نحن المرأة يمكن هلأ بلبنان منا بقى نص المجتمع، يعني لأنه في هجرة كتير للشباب لبرا، صارت نسبة بحضورها بالمجتمع صارت أكثر من نص المجتمع، والسيدات كمان عم بيهاجروا، والسيدات بس بعد نسبة السيدات بلبنان اللي باقية أكثر شوي من الشباب أو الرجال، ونسبة اللي بينتخبوا المسجلين كمان أكثر بلبنان. سو نحن أكيد عندنا أمل كبير بدور المرأة، بدور المرأة كأم، بدور المرأة المعلمة اللي هلأ مرأة عيدة، بدور المرأة على جميع الأصعدة. هي مثل الكاتاليزار بالمجتمع، هي اللي بتحرك، نتكل عليها لأنه فيها تجيش كل العالم اللي حواليها وتكون قدوة. صحيح. للأجيال اللي حلو اللي عم تقوليه رانيا، وقدمهم عن جد حضور المرأة والمرأة يلي المرأة اللبنانية تحديدا يلي تحملت كل هالسنين وبقيت واقفة وبقيت صامدة وبقيت محافظة على عائلتها وبقيت عم تشتغل وبقيت حلوة وبقيت إليجنت، لأنه هيدا الموضوع أنتتي المرأة كلها سوا. المرأة اللبنانية جدا مميزة، مش لأنه أنا امرأة لبنانية بس، بالفعل يلي قطع علينا لو قطع على أي دولة تانية عن جد كانوا تشردوا. هيدا الصمود يمكن تشربناه من نحن وصغار. صحيح. دونك نحن اكيد بنتكل على المرأة انه هي تنشر كل هيدا الوعي، ونحن حابين كـ YWCA بيروت نحط ايدنا بايد القطاع العام والخاص، لانه مثل ما بيقولوا ايد واحدة ما بتزقف، دونك لازم نشتغل كلنا مع بعض. وموضوع هيدا البيئة كلنا عم نمرق فيه، كل الأمور الغير طبيعية اللي عم بتصير بمجتمعنا، الكوارث. صحيح. الطبيعية، هطول الأمطار بكميات أنا بضلني أقولها إنه البعض بيعتبر الحديث عن البيئة ترف، البيئة هي الأرض، هي نحن وين عايشين. صح. يعني الأرض بتتدمر، بنعرف كثير تغير المناخ شو عم بيأثر، عم بنعيش هيدا الشيء كل يوم، عم نلاحظ تساقطات الأمطار تغيرت، المناخ الصحراوي أوقات، يعني كثير الموضوع كبير ومهم وعم بيأثر على يعني على النباتات وعلى الناس وعلى الحيوانات، على كل سكان الأرض. الحياة البشرية هي نمبر 1 موضوع بهمنا، وأكيد الزراعة بتتأثر، بس نحن هيدا الموضوع اللي لازم نضوي عليه، لأنه كل واحد ببيته بالمحيط الضيق تبعه إذا فيه يعمل إفار صغير رح يعمل فرق كبير على المدى الطويل. حلو. دونك فينا ننتبه نعمل بول
بول رايدنج كوفواتوراج، يعني اذا انا وراحه انا وصاحبتي على ذات المنطقه ناخذ سياره واحده، فينا ننتبه بكميه النفايات اللي عم نكبها بالريسيكلاج، بكميه المي اللي عم نصرفها، بكميه الكهرباء اللي عم كمان صحيح. نستخدمها بالبيت. وانا بعرف قد ايه في لبنانيات شاركوا كمان بمؤتمر المناخ يلي صار مؤخرا، وقد ايه صوتهم عالي، وقد ايه عن جد خبراء وباحثات. هون بدي اروح معك على الشخصيات الموجوده بحلقه النقاش، رح يكون مين مستضيفين؟ رح يكون معنا سيدات يعني حقيقة نفتخر فيهم بمجتمعنا. معنا دكتور نجاة صليبة المخصصة بنوعية الهواء. نعم. معنا دكتور جوانا دومار النائبة. النائبة مش النائبة، أنا بحب استعمل التأنيب. نجاة صليبة. دكتور جوانا دومار مخصصة بالمياه الجوفية. ومعنا دكتور مايا نعمة كمان عم تشتغل على نطاق موضوع واسع التحريج. على تحريج الأشجار، وأكيد كلهم مشكورين على الجهود اللي عم بيحطوها والشغل عم بيعملوه على الأرض. شيء بيكبر القلب الحقيقة. أنتم مختارين شخصيات كل حدا عنده يعني بفيلد معين. مزبوط. تحريج المياه، مع انه دكتور نجاة ولا عليا جلوبال هيك جامعه كل شيء، عم تشتغل بعده نطاقات. رح يضووا على موضوع التغير المناخي كل حدا من الانجل تبعها، من الباك جراوند تبعها، من زاويته. وان شاء الله يكون انه هالحلقه تكون او هالحلقه النقاش توعيه للموجودين وللي عم بيحضرونا بركي على السوشيال ميديا، لنقول لهم انه نحن لازم على القليل نحافظ على المستوى النيجاتيف السلبي اللي وصلنا له، ان شاء الله ما تتأزم اكثر، لانه مثل ما بنعرف حسب ما الدراسات بتقول انه بال 12 شهر اللي قطعوا هن اكثر وقت كانت الحراره عاليه بال 100 سنه السابقه. دونك ما بقى فينا نكفي مثل انا بقول لهم بازمه كورونا راقت شوي الارض، رجع هلا رجع يعني مع الصناعات والبولوشن اجمالا كل التغير المناخي هو مان ميد يعني طبعا. كلنا نحن فينا ناثر ونغير او على القليل نضلنا مطرح ما نحن بقى. واكيد رح ادير الحوار الاعلامي اللي الشرف اللي الشرف يكون معكم بهذا اللقاء. نحن اكيد مبسوطين تكوني معنا سوري، وان شاء الله تكون هيك ناجحه، ونتامل حضور مين ما بحب يحضر، اهلا وسهلا فيه اكيد اذا الله راد. وانا بشرفني يكون معكم بهيدا اللقاء تحديدا، وعم بحكي عن دور المراه، دورها اساسي بكل المجالات وتحديدا بالجمعيه، جمعيه هالقد عريقه هالقد حاضره. وانا شفت الانشطه الكثيره، شفت دعم المراه بالبرلمان بالبلديه، صح. شغلكم كثير. كلمه صح. اخيره ريما. اي انا بس بدي زيد انه نحن ايمانا بهيدا لأنه لازم نهتم بالبيئة، حطينا سولر بانل. وهلأ تقريباً 80% المركز اللي هو مؤلف من 7 طوابق بيشتغل على الطاقة الشمسية. ومثل ما قلت نحن اشتغلنا كتير لوصول المرأة لمراكز صنع القرار ومشاركتها بالسياسة، لأنه واشتغلنا على وصولها بمراكز بالبلدية بالانتخابات البلدية بس، وجربنا نشتغل على قانون الكوتا 30% بس للأسف يعني ما مش الحال، بس ما معناتها أنه ما رح نوصل يعني، ما معناتها أنه لأن حضور المرأة خاصة بلبنان بعده خجول، بعده خجول وأساسي يعني أساسي لأنه بتصور، وهذا يمكن كلنا متفقين عليه، وين السيدة بتنوجد بتعمل تغيير إيجابي من دون أي شك، وهذا باعتراف الجميع. صحيح. بالرغم من انه بعض القوانين مشحفه بحقنا كثير بحق سيدات، يعني انه كثير عندهم يعني غبن. انا بقول لهم بكثير مطارح بتبقى هي بتكون المراه هي الظل، بيكون هو الرئيس، بتكون هي الراس المدبر. صح صح صح. نحن شركاء بهذا الوطن، وبدنا نبني الوطن ايد بايد. انا بدي اشكركم وقتنا خلص لانه استضافتنا، وكل مره بتستضيفونا يعني هون. لقاءاتنا رح تتكرر اذا الله راد، وبنتشرف حضوركم وينعاد عليكم. أكيد أكيد أهلا وسهلا فيكم. مرسي كتير باتريسيا. وأنا كمان بحب عايد اللبنانية عامة واللي بلشوا برمضان اليوم خاصة، إن شاء الله هذا الشهر يكون شهر كريم يا رب يا رب. رانيا ليون توما عضو مجلس إدارة بالجمعية المسيحية لشبات بيروت ورئيسة لجنة اليوم العالمي للمرأة بالجمعية، أهلا وسهلا فيك. ريما صادر نائب الرئيس بالجمعية المسيحية لشبات، نورتي صبحيتنا، أهلا وسهلا.